مساء الخير، شلونكم؟ أنا جاي سافرة لميامي بيتش وساعة 11:30 بالليل يمي، ماكلة من ساعة 7 الصبح، فهواية جوعانة، فطلعت برا أتمشى وشفت محلات فاتحة بعدها، فمشيت. بس الحرارة اللي هنا هواية هواية حارة، like humid, very humid و sticky، يعني الجو مو مثل سان دييغو. المهم اجيت لهذا المطعم اسمه Italian Tartio Tartaro Tartato، ما اعرف، واخذت لي روما سالاد بها دجاج وفد شغلات ما اعرف شنو. بس قبل ما اكل لازم اشوف لكم اظافيري الحلوه. بس با او هذا اول حرف مال خطيبي، هذول سويتهم برايدل نيلز، وهاي ايدي اللوخ. اظافري اتجنن، هواية فرحانة بيهم. انا ابد ما اسوي هيجي اشياء لان انا هواية بسيطة، بس هواية حبيت البيرلز. المهم خلنا ناكل لان ميت جوع. هاي الزلاطة بيها باذنجان وافوكادوز ودجاج ومسوين شيفد بارميجان تشيز، يعني تكون هيجي خس وغير أشياء اللوخ. بس أنا هواية فرحانة أجرب الباذنجان. جبت لهم أريد أكسترا دريسنج. بعد لازم اكل حتى اعرف طيبة ولا لا. والزلاطة اوكي، بس حاطين بيها ارجلة، وهاني واني اعشق الارجلة. جايين اني وقرايبي خمس بنات سافرة، بدنا نحتفل بشي يعني حلو. وقلت مستحيل اقدر اكل ساعة 11:30 بيتزا وباستا وهيجي اشياء. باقي لي هنا 4 ايام. ان شاء الله انزلكم مكانات حلوة والمطاعم الطيبة اللي هنا. الدجاج مالهم مو فرش، هسه اكلت وحده ما كانت فرش. انا كل شي يقولوا لي ولا دجاج بايد ما اقدر. هواية فرحانة اني هنا، ان شاء الله السفرة تكون حلوة وارجع ونرجع بالسلام. الباذنجان طيب بس شوية غريب بالزلاطة. يعني اوكي، يعني اذا اروح لها مرة لاخذ هذاك المطعم ما اخذ عزات، اخذ وحدة لخ اجرب. بس عجبني اكل وياكم، يعني يعجبني اكل بوحدي بل ما يوصلون قرايبي.